عسلمة ومرحبا بيك. جميل. تعرفوا عليك؟ محمد بوزيد من قصر سعيد. محمد بوزيد مرحبا بك. انت مواطن تونسي من ذوي الاحتياجات الخصوصية. قلت لي معناها الدولة مقصرة معانا ماهيش لاهية بينا، من ناحية شنو؟ من ناحية ما همش لاهين بينا، معناتها حتى على التشغيل ما همش قاعدين يحكيوا علينا. وحتى كي كانت قبل ما كانش فما دي كونكور معناتها لذوي الحاجات الخصوصية، كي صارت الثورة وتبدلت المعطيات الكل ولات الناس الكل كيف كيف يعملوا حتى اللي كونكور باش يدخلوا يخدموا. محمد احكي لنا كيفاش بدا المشكل هذا معاك في البصر معناها؟ المشكلة في البصر معناتها من عام 2004 بدات الحكاية، بدات المشاكل معناتها بديت نشوف روحي اللي انا ما ركزتش مليح في القرايه. معناها انت تولدت ترى بالكدا؟ تولدت الراء. ما كنتش تلبس اليونيد نتاع انذر والا كان عندك نقص انذر ولا حاجه؟ حتى كي نمشي للطبيب يقال لي انت راك عندك سيكاتري، ما عملت تحاليل، قال لي عندك سيكاتريس في الشبكيه ما تلبسوش لونيت، ما عندكم لا لونيت لا اونتي. ما يصير قال لك راهو باش توصل لعمر معين انذر باش ينقص برشا وما عادش تركز. قال لك هكا علمك؟ ما قال لي تنجم تستعمل الدواء وتقعد راكحه الحكايه وكهو، معناتها ما باش تبدل حتى شيء. حتى الواحد باش يعمل عمليه فما 0.01 تنجح. ايه مازلت ما تطورتش الحكايه، معناتها مازالوا يعملوا في الاختبارات اما مازلت ما تطورتش. يعني رغم التطور اللي وصلنا له في جراحه العيون معناها في تونس؟ لا مازال 0.00 ديما موجود العمليه باش تنجح. يعرف بالطبيعه. يعني كيفاش اكتشفت اللي انت ما عادش تركز علما وانك ماكش فاقد البصر؟ انت توا تشوف لكن مش برشا وما تركزش برشا، معناها ما نجموش نغزروا لبعضنا عين في العين. المشكله فيه معناتها في مثلا المشكله مش في المشي ولا في القعاد ولا المشكله، انه كي مثلا باش تقرا حاجه باش تشوف حاجه في التليفون ما تنجمش. صعيبه؟ اوكي ما تنجمش. تمشي في الشارع نورمال؟ تنجم تمشي في الشارع نورمال، اما الكتيبه معناتها الكتيبه اللي موجوده معناتها بصفه عامه في الجرايد في المجلات في الكتب ما تنجمش. وما تنجمش تلبس لونيت باش ترى؟ تنجمش تلبس لونيت. هي فما التطور نتاعك اللي معناتها تشوفها تقرا حاجه بالصوت ولا تسمع حاجه بالصوت هكا هو لا اكثر ولا اقل. احنا انا مش موضوعنا هذا، راهو موضوعنا انه حبينا جوست نعرفوا شويه تفاصيل مسيو. انه واحد كي معناتها يشغلوه بعقد ما يكملولوش العقد ويوقف. شنو تشتغل الساعة قبل كل شيء مسيو؟ سامحني كان قاعد نقص عليك. شادة في الستاندار موزع هاتف. وشفت برشا بلايص، وحتى كي دخلت المؤسسة الأخرانية هذه توا عملوا لي عقد. أما بعد ما توصلش العقد وقفت الحكاية، توا عندي 6 شهور موقف. وما فما حتى التطور في الحكاية. حتى كي موافقين في شي يصير تراب الكونكور هذا ولا اختبار ولا ما نعرف شنو اسمه، ما فماش تطور، معناتها ما فماش. كل ما تمشي يقول لك مازال مازال مازال. انا يعني الشيء علاش جيت باش نحب نحكي، خاطر ما فهم ما يعطيكش تفاؤل، معناتها ما يقولكش والله انت هاو باش نقبلوك وهاو كذا وهاو قريب، لا يقول لك ديما ما فما حتى شيء. انا يعني بالنسبه لي انا معناتها نحب نشوف معناتها نقول معناتها كيفاش يقولوها رئاسه الحكومه يشوفوا حكايه المخبر المركزي للتحاليل والتجارب، هو معروف يعرفوه في جهه العمران، فهمتني؟ ما همش متجاوبين معايا، معناتها ما همش قاعدين يحاولوا باش يرجعوني معاهم. علاش انا حكيت الحكايه هذه؟ ممكن شيء هذا يصير لي ويصير للناس برشا كيفي انا، راه العقود الهشه هذه اللي قالوا باش تتنحى وما عاد ما فما حتى شيء تو. هاوكا موقفين الحكايه. معناها انت موقفينك تو؟ تويكا موقفين. ايش عندك مسؤول؟ عندي تويكا داخل في 6 شهور. 6 شهور هذا وما فما حتى تطور تو. شنو السبب؟ معليش ما عنديش حتى سبب، كملت العقد يقول لك وقف. تجديد العقد ما فماش تجديد العقد، هو حتى كان شي جدد لك العقد وحتى اونكا هو يصير للكونكور هو اللي ما جددلكش العقد، هو معطل لك الملف نتاعك جمله.
على ذاك يعني حكيت. يعني انت من وقتها التوا عاطل عن العمل؟ من وقتها التوا عاطل عن العمل. ما لقيتش حاجه اخرى؟ ما لقيتش حاجه اخرى وما همش قاعدين، ماني قلت لك ما همش متجاوبين معانا، ما همش قاعدين يحكيوا في حتى في الحكايه ذي، مش قاعدين يحكيوا عليها. فما برشا ما جددوا لهمش العقود نتاعهم ولا كان انت؟ كان انا بالنسبه للستاندرديست كان انا موجود توا في اللابوراتوار، ما جددوليش العقد. هي حتى وزاره الصناعه عندها دخل في الحكايه راه. قدر ما تثبتش في المنظورين نتاعها ولا في العمال اللي يخدموا معناتها تحت الرعايه نتاعها. هذاك هو حبيت نتكلم باش حتى كي يشوفوني يشوفوا لي حل. شنو طلباتك اليوم مسيو؟ طلباتي يرجعوني للعمل نتاعي، طلباتي حتى طالب لا إعانة لا شيء. لاني طالب لا إعانة لا حد شيء. أنا طالب باش يرجعوني للعمل وكهو. هذاك هو الطلب. صوتك اليوم لشكون موجه؟ ها؟ صوتك اليوم لشكون موجه؟ صوتي موجه لرئيس الحكومة والرئاسة. باش يشوفوا لي حل في موضوعي لا أكثر ولا أقل. هذا هو الشيء اللي طالبه أنا. انت مسيو حسيتهم ميزوا ما بينك انت وبقيت الموظفين؟ حسيتهم اللي فما ظلم في الحكايه، موجود ظلم، موجود بالحق الظلم موجود. معناتها قاعدين نتعرضوا للظلم. تحكي معاهم؟ يحكي معاهم برشا مرات. انا شنو الرد نتاعهم؟ الرد نتاعهم خليها على ربي واصبر، معناتها عباره انا باش نصبر باش ناكل باش معناتها كي باش ناكل انا باش نصبر، معناتها الصبر هو اللي باش يوكلني. هذا الشيء اللي موجود، استنى رئاسة الحكومة واستنى حتى لين يوافقونا رئاسة الحكومة، بالرغم من الوزارة موافقة على التربص معنا على الواحد على الاختبارات باش يصيروا، على الكونكور باش يصير. هذاك شنو طالبوا أنا؟ شوفوا لي حل في موضوعي، سواء باش يعملوا لي كونكور ولا يعملوا لي عقد حتى لين يصير الكونكور ولا يشوفوا لي حل. هذا هو اللي أنا طالبه من الدولة التونسية. خلي لك الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة قلت لك أنا معناتها إنسان ذوي الحاجات الخصوصية، نحب يشوفوا لي حل في موضوعي كستاندرديست في المخبر المركزي للتحاليل والتجارب، وهذا اللي طالبه. يعطيك الصحة مسيو.